نفسك كي لا تندم وزن الأعمال ولا تسأم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في سلسلة دروس عنوانها مشعرات إيمانية، وصار واضحا لديكم كما أن الحياة لها مشعرات، كما أن المرض والصحة له مشعرات، كذلك الإيمان له مشعرات. فإذا قست درجة حرارة إيمانك إن صح التعبير، أو قست حالتك الإيمانية فوجدتها في خير فاحمد الله عز وجل، وإذا وجدت غير ذلك فصحح من أجل أن يستقيم إيمانك. والإيمان كما أثبت العلماء بالأدلة قالوا إنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فمطلوب من كل أخ بيننا ومن كل أخت أن يقيس إيمانه في كل فترة وأخرى، من أجل أن يراقب نفسه هل هو في زيادة أو أنه في نقصان، وهل إيمانه في حياة أو لا سمح الله أن إيمانه قد مات وهو لا يدري. كنا نتكلم في الجلسة الماضية عن مشعر من مشعرات الإيمان، وهو ترك الكذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة. يعني ولو كان الكذب في المزاحة بدك تتدرب على ترك الكذب، فما بالك أن يكون الكذب في الكلام الجاد. ذلك لأن الإيمان أيها الإخوة يزكي في الإنسان النقاء في الظاهر والباطن، في القول والفعل. أما الإنسان الذي ظاهره شيء وباطنه شيء آخر، الذي في كلامه شيء وفي فعله شيء آخر، فهذا لا يخلو من اضطراب نفسي ومن اضطراب سلوكي. ثم إذا تحول المجتمع إلى مجتمع فيه نفاق اجتماعي، فيه ظاهر براق وباطن معتم، فهذا المجتمع هو نوع من أنواع المجتمعات غير الإنسان، يأكل القوي فيه الضعيف ويهيمن القادر فيه على العاجز. فالإسلام يريد منك أن يدربك على أن تترك الكذب، نفسك، أهواؤك، شيطانك، أحياناً من حولك من أصحاب، أحياناً الجو العام يدعوك إلى أن تكذب. وقد ذكر أحد العلماء دواعي الكذب، يعني لماذا يكذب الناس، فعد من دواعي الكذب خمسة. قال: أول داعي من دواعي الكذب اجتلاب النفع واستدفاع الضر، فيرى الكذاب أن الكذب أسلم وأغنم فيكذب. نوع ثاني، سبب ثاني، قال: أن يؤثر أن يكون حديثه مستعذبا وكلامه مستظرفا. إنه أخي يعني بيطلع معه نكات حلوة لما بيكذب، يطلع كلامه أكثر شد وأكثر جاذبية، فيكذب من أجل أن يجذب الناس إليه. ثلاثة: أن يقصد بالكذب التشفي من عدوه فيسميه بقبائح يخترعها عليه. له عدو يرميه بأشنع التهم كذبا زورا بهتانا، بس من أجل أن ينتقم من هذا العدو. أربعة: أن تكون دواعي الكذب قد ترادفت عليه حتى ألفها، فصار الكذب له عادة. من تكرار الكذب، من تكرار الكذب، هو كذب أول مرة مشان يجلب مصلحة، وكذب تاني مرة مشان يتشفى من عدوه، وكذب ثالث مرة مشان يصير كلامه جميل. بس مع تكرار الكذب صار الكذب له عادة، فصار يكذب من دون أي داعي، من دون أي فائدة، من دون، خلاص تعود الكذب، لأن الخير عادة والشر عادة. خامساً: حب الترأس
وذلك أن الكاذب يرى له فضلا على المخبر بما أعلمه. في ناس بيكونوا أصحاب جالسين مع بعضهم البعض، بتحس في واحد يعني هو يتصدر المجلس بالكلام، أحيانا كلامه يكون صدق، يكون صدقا، بس أحيانا من أجل أن يملأ الوقت حبا بالترأس يكذب. فهذه الخمسة التي ذكرها الإمام الماوردي دواعي الكذب، أراد الإسلام أن ينقي المجتمع منها، فيدرب المسلم على أن يترك الكذب من أجل أن يسلم له إيمانه. قال سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا أيها الناس، إياكم والكذب، فإنه مجانب الإيمان. يعني الإيمان بجنب والكذب بجنب آخر، الإيمان بطرف والكذب بطرف آخر، الإيمان في شق والكذب في شق آخر. معناتها يا أخواننا ويا أيتها الأخوات، إذا علق بواحد فينا كذب، إذا استمرأ أحدنا الكذبة، إذا صارت الكذب للمرء عادة، فليعلم أن درجة حرارة إيمانه في انخفاض كبير، ونحن نخشى عليه أن يذهب الإيمان وهو لا يدري، أن يموت إيمانه وهو لا يدري. قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: لا تجد المؤمن كذابا. لا تجد المؤمن كذابا. ما بيصير، كيف مؤمن ويكذب؟ كيف مؤمن وكثير الكذب؟ كيف مؤمن ويستمرئ الكذب؟ الله عز وجل في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. العلماء قالوا: ما معنى لما تقولون ما لا تفعلون؟ قالوا: لها ثلاثة معاني: لما تقولون ما لا تفعلون في الماضي، ولما تقولون ما لا تفعلون في المستقبل، ولما تقولون ما لا تفعلون يعني ما لا تختصون به. لما تقولون ما لا تفعلون يعني لما تقولون ما لم تفعلوا، أنت ما ساويت هذا الأمر، لماذا تقول أنا ساويت وأنا صنعت وأنا تفضلت وأنا عملت؟ هذا كذب، وهذا نوع من أنواع الكذب، إذا كنت تقول ما لا تفعل في الماضي، وإذا كنت تقول ما لا تفعل في المستقبل فهذا خلف بالوعد. يعني بتقول بدي زورك وما بتزورني، وأنت ناوي أنك ما تزورني، بتقول له بدي أعطيك دفعة يوم الخميس وأنت ناوي ما تعطيه دفعة يوم الخميس. لما تقولون ما لا تفعلون؟ هذا خلف بالمواعيد. والمعنى الثالث: لما تقولون ما لا تفعلون يعني لما تقولون ما لا علم لكم به. على كل الأحوال، الله عز وجل عاتب المؤمنين بأنهم يقولون ما لا يفعلون لم يرضها الله تعالى منهم. لذلك يا أخواننا ويا أيتها الأخوات، مطلوب منا أن نترفع عن الكذب. وتجد أناسا قمة في الصدق، عندهم من الصدق الشيء العجيب. والعلماء قالوا: الصدق يكون بالأقوال ويكون بالأفعال. ذكروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة تفلي أختها، كان عندهم البيوت، عندهم مو مثل عندنا، ما عندهم أبواب، ما عندهم مياه كثيرة، الرياح تسفي الرمال على الوجوه وعلى الرؤوس. أي نعم، وفي جو الصحراء ربما علق يعني في رأس الرجل أو في رأس المرأة غبار، أو علق القمل أو غير القمل. فالآن كيف ينزع القمل من الرأس؟ الآن في أدوية، لكن كانوا في الماضي يعني هم يرفعونها واحدة واحدة. فامرأة تفلي أختها فتحرك أصابعها كأنها حركات كثيرة توهمها بأن رأسها يعني مليء بالقمل. هو رأسها ما كتير مليء بالقمل، بس هي يعني مشان أنه شوفي أنت واحدة مأملة يعني بهالمعنى. هي ما عم تحكي شيء، بس عم تحرك أصابعها كتير أنه هي يعني تطحن هذه القملات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا من كذب الأنامل. هذا كذب بس مو بالحكي، كذب بالفعل. مر النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تقول لابنها: تعال أعطيك. ابنها ركض بعيد عنها، ضمت يدها كأنه في يدها شيء يعني، تقول: تعال تعال خذ مشان يجي الولد. فقال: هل معك شيء؟ في بكفك شيء؟
قالت نعم يا رسول الله في تمر، بدي أعطي تمر. قال أما إنه لو لم يكن في كفك شيء لكتبت عليك كذبة. يعني حتى هذه الصغيرة، طيب هذا ولد صغير وأنا بس بدي يجي لعندي. تدريب للمؤمن أن يقترب من كمال الإيمان بترك الكذب. يا أخوانا لا سمح الله لو أن واحدا فينا أخا أو أختا علق فيه الكذب، الكذب خطير إذا استمر معك فاعلم بأن الإيمان، يعني التناسب طردي، أو عفوا التناسب عكسي بين الإيمان وبين الكذب، كلما ازداد الكذب معناته الإيمان عم بيقل، بيزداد الكذب الإيمان بيقل، بيزداد الكذب الإيمان بيقل، بيصير الكذب في أوجه معناته الإيمان صار في أدنى مستوياته. لا سمح الله لو أن واحدا فينا علق فيه الكذب، اعتاد يا أخي سبحان الله على الآن عنده يعني بيكذب دائما، أو في واحد بيناتنا بيكذب ليضحك الآخرين، هو بالكلام الجاد ما بيكذب بس بالضحك هيك، يعني جلسات ضحك يكذب من أجل أن يضحك الآخرين. لو واحد بيننا علق فيه الكذب ماذا يفعل من أجل أن يسحب الكذب منه؟ كيف تعالج نفسك من الكذب من أجل أن يكون إيمانك في حالة عالية؟ خمسة أمور تساعدك على ترك الكذب. أولها العلم، حضور مجالس العلم، يعني مجلس مثل هيك مجلس علم يتكلم معك عن مذمة الكذب ويشرح لك سوء الكذب ويبين لك رذيلة الكذب، هذا في العقل الباطن يبدأ الإنسان يحاكي نفسه بأنه أنا والله معناته في وضع غير جيد ويجب أن أتبرأ وأن أتخلى وأن أترك هذا الذي نزل بي من هذا السوء. أما إذا ما في مجالس علم بالعكس في مجالس جهل، ممكن من حوله يقولوا له يا أخي الكذب من الحرجال، يا أخي ما إذا ما بتكذب ما بتعيش، بيقوم هو يعلق في باطني. هلا إحنا مرات نسمع أشياء تتكرر أمامنا نعتقد خطأها، لكن مع تكرارها 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 تصير كأنها من المسلمات. لذلك يا أخواننا الله عز وجل لم يرضى من المؤمن أن يستمع إلى الفحش، ولم يرضى من المؤمن أن يستمع إلى مخالفة كلام الله، ولم يرضى من المؤمن أن يستمع إلى الرذيلة، ولم يرضى من المؤمن أن يستمع إلى اللغو والرفث، لأنه مع الوقت يعني أول شيء يستنكر ثم يستنكر ثم يستنكر بعد ذلك يسلم لهذا الأمر. والآن كنت ذكرت لكم في الإعلام عندهم نظرية بيسمونها نظرية الغرس. نظرية الغرس بتقول إذا أردت لمن هو مستمع إليك أن يؤمن بما تؤمن به فما عليك إلا أن تكرر الفكرة عددا من المرات لعدد من الأيام أو الأسابيع أو الأشهر، بعد حين بتصير هذه الفكرة مسلمة عند هذا الذي يستمع إليك. لذلك دير بالك لا تستمع إلى الخطأ، لا ترضى أن تكون جليسا مع أهل الخطأ، روح أحضر في مجالس العلم ليبين لك فضيلة الصدق ومكانة الصدق ومذمة الكذب وفحش الكذب. أما إذا كنت في مجالس جهلين فستسمع عكس هذا الكلام، مع التكرار مع التكرار تصير مسلما بل تصير مؤمنا بعكس ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يمكن علاج أحدنا من الكذب؟ كيف يمكن أن تعالج نفسك من الكذب؟ أولها العلم. لذلك يا أخوان يا أخوات ما يتصور من إنسان مسلم يريد من إسلامه أن يكون مستقيما وصحيحا أن لا يحضر مجلس علم على أقل تقدير، على أقل تقدير مرة واحدة في الأسبوع، محرم مسلم. أليس من المؤلم لمسلم لا يحضر في مجالس العلم بأي عذر من الأعذار؟ مسلمة لا تنتمي إلى حلقات العلم لأي عذر من الأعذار؟ لذلك يا أيها الإخوة تجدون طامات كبيرات تقع في بلاد المسلمين في ديار المسلمين. الآن إذا تكلمنا عن الكذب يعني عدد من الناس بيقول لك يا أخي يضطر الإنسان عم يكذب. طيب شوف هلا كيف التبرير، فما رأيك إذا تكلمنا بحلف يمين بالله تعالى على كلام وهو يعلم بأنه كاذب؟
يعني بيحلف بالله عز وجل بأنه الأمر كيت وكيت، ثم هو الأمر ليس كما يذكر وهو يعلم، ويحلف بالله والله العظيم أقسم برب العالمين. الله أكبر، كيف مسلم هيك؟ كيف رضي المسلم؟ طيب ما رأيك بشيء أعلى؟ يضع يده على المصحف، أقسم بالله العظيم أنني رأيت فلانا يفعل كيت وكيت، ولا رآه ولا سمعه. طيب ما رأيك إذا علمت أن هناك أناسا من المسلمين هكذا يدعون، يعني من المسلمين هم يتخصصون بشهادات الزور، كل شهادة إلى سعر، أديش أخي شغلتك شو هي؟ أي شهادتك بألف ورقة، أو أي شهادتك 5000 ورقة، أو أي شهادتك 100000 ورقة سوري، ثم يقول بأنه مسلم ومؤمن. كيف صار المسلم بهذه الدرجة؟ بعيد، ما تتخيل، هذا لا يحضر مجالس علم ولا يعرف العلم ولا يعرف العلماء، بعدين بيقول لك يلا أنا عم بقول هيك بس نيتي مو هيك. أنا قلت له أقسم بالله العظيم أنني لم أذهب، امرأة تقول لزوجها أقسم بالله العظيم أنني لم أذهب، ويكون عم يسألها أنه أنت رحتي لبيت أختي؟ أقسم بالله العظيم أنني ما ذهبت لبيت أختي، حلفي على المصحف، هات مصحف، أقسم بالله العظيم أنا ما رحت لبيت أختي. حتى إذا ذهب قالت لها قريبته وكيف شلون هيك قلتي لك أنت رحتي لبيت أخته؟ تقول إيه أنا قصدي أقسم بالله العظيم ما رحت لبيت أخته قبل 10 سنين، بس أنا رحت قبل الجمع. قال هيك أنا نويت في داخلي. من قال لك هيك؟ ألا تعلمين أيتها الأخت أنه في الفقه وفي الشريعة وفي الحديث أن اليمين على نية المستحلف، يعني أنا أريد أن أستحلفك على شيء، وأنا نيتي أنه تقسم بالله العظيم أنك لم تذهب إلى المكان الفلاني البارحة، أم رحت أنت نويت أنك لم تذهب إلى المكان الفلاني قبل شهر؟ اليمين على نية المستحلف مو على نية الحالف. قال والله ما منعرف. إذن أن هي كذبت وحلفت بالله العظيم كاذبة، ووضعت يدها على المصحف كاذبة، وكانت شهادتها شهادة زور. ما الذي أوصل المسلم إلى هذه الرتبة أو المسلم إلى هذه الرتبة؟ الجهل. مجالس العلم تعينك على التخلص من الكذب، واحد. اثنين، صحبة الصادقين. إذا رأيت في نفسك أنك بدأت تستمرئ الكذب، تعتاد الكذب لا سمح الله، شوف أنت مع من تجالس. إذا أنت جلساءك باستمرار هم من أهل الكذب، من أهل الفجور، من أهل مخالفة الحقيقة، يكذبون ويضحكون، يكذبون ويفرحون، يكذبون ويخبرونك بالكذب، بعد حين أنت حتصير واحد من هؤلاء. ما ممكن يا أخواننا، ما ممكن واحد راكب سرفيس في الشتاء مغلقة من جميع النوافذ، هو ما بيدخن بس كلهم عم بيدخنوا، مستحيل ثيابك ما تحمل رائحة التدخين، على أقل تقدير حتطلع منك ريحة الدخان إذا نزلت. ما أنت تجالس المدخنين في مكان مغلق، إذا كان أصحابك نسأل الله السلامة من جلسات الكذب وأنت تجالسهم دائما في جلسات عامة وخاصة، بعدين تقول أنا لا أنا مستحيل أعمل مثلهم، على أقل تقدير ستصيبك رائحتهم، على أقل تقدير. وحديث جليس السوء والجليس الصالح محفوظ لديكم. إذا أردت أن تنسحب من الكذب لا سمح الله، إذا علق فيك كذب، علق فيك كذب يا أيتها الأخت، والأمر خطير يجانب الإيمان، لأنه فما عليك إلا أن تحضر مجالس العلم، أن تلحق بركب العلم والعلماء، واحد، أن تجالس الصادقين، اثنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شو أعراب كونوا؟ فعل أمر، من الآمر؟ الله. الله يقول لك كن مع الصادقين، وإذا واحد قال له يا رب أنا ما بحبهم ندون الصادقين، بحسهم ناشفين، يلي بيكذبوا بيفرطوني ضحك، لذلك أنا بدي روح لعند هدنك، مو مشان شي يا رب، يعني أنت دخل بعدي اسمك يا رب، بس هدنك كمان بيفرطوني ضحك، بدي أقعد مع هدنك. معناته أنت ما تقول أنا لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله وهوى نفسي كمان، أنا حاببك، يلي أنا بحب، يلي الله بيحبه ويلي أنا بحبه، نحن اثنين يلي بنأمره بده يصير. لا تقول لا إله إلا الله،
يا أخوانا ما في شيء، يعني لازم تضغط على نفسك حتى تأتمر بأمر الله وتنتهي عن نهي الله عز وجل. واحد، العلم. اثنين، صحبة الصادقين. ثلاثة، التدرب على الصدق. التدرب على الصدق، لأنه الكذب عادي وهو تدريب، يعني شوي شوي الواحد بيتدرب، والصدق عادي كمان شوي شوي بيتدرب. وما عليه أنا أن أخطئ فأعترف بخطأي صدقا فأعاقب، ماشي خلص، مرة ثانية ما عاد بخطئ هذا الخطأ لأنني أخذت عقوبته. وما علي أنا أن لا ألتزم بما وعدتك حتى إذا جئت لتسألني قلت أنا غير جاهز لما وعدتك به، وما علي أن تلومني أو أن تزعجني بشيء حتى أتحمل مسؤولية أنا ما فعلت، أنا الذي فعلت. أنا قلت لك يوم الخميس القادم بدي أعطيك دفعة 50,000 ليرة سوري، جاء الخميس القادم، ما بدي أكذب عليك وأقول لك بعد ساعة وبعد ساعتين، أنا ما معي 50,000 ليرة سوري، وتحمل نتيجة أنا ما فعلت، لماذا أتأخر عليك بالدفعات؟ أخي بس هلأ بيزعجني بكلامه، معليش خليني انزعج، ما هذا حقه عندي وأنا تخلفت عن أداء حقي. التدرب على الصدق يا أخوانا، ما في شيء يبقى مخفيا. أنتم ترون الآن في هذا العصر ما في شيء يبقى، يعني بدك تمثل وتخبي ماذا؟ ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها على الناس تخفى على الناس تعلمي. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. ما تفكر حالك ما حدا عرفانا، ما تفكر إنه والله إذا أنت يعني كذبت ماشي الأمور، الله وكيلك ما ماشي، والناس يعرفونك ويقيمونك ويسجلون عليك ما تقول وما تفعل، وبالآخير هذا سيكتب لك في الأرض وسيكتب في السماء، إنه أخي فلان جاد وفلان هزلي، فلان يتحمل مسؤولية وفلان لا يتحمل مسؤولية، فلان صادق وفلان كاذب، فلان جدير بأن تعتمد عليه وفلان غير جدير بأن توكل إليه أي مهمة. العلم واحد، وصحبة الصادقين اثنين، والتدرب على الصدق ثلاثة. أربعة، الإكثار من ذكر الله تعالى. مما يساعدك على ترك الكذب أن تكثر من ذكر الله تعالى، لأنك إذا أكثرت من ذكر الله تعالى اطمأن قلبك وانشرح صدرك وأنار الله تعالى جوارحك، بالتالي إذا كذبت أو كذب شعرت بظلمة الكذب وبسوء الكذب فآلمك قلبك. المعصية يا أخواننا بتساوي ألم في القلب، بس على أساس يكون القلب سليم، أما إذا القلب مريض ما عاد يشعر بالألم. هلأ إذا إنسان ميت قد ما غزيناه بالسكين ما بيشعر بالسكين لأنه ميت، أما إذا إنسان حي لو الدبوس الصغير شك يعني شك به شاكه لشعر. فإذا أكثرت من ذكر الله أحيا الله تعالى قلبك، بحيث إذا زلت قدمك وكذبت آلمتك الكذبة، أزعجتك الكذبة، لم تنم في تلك الليلة، ليش مالك نايم أخي؟ والله كذبت كذبة. الله أكبر، قديش في فرق بين واحد إذا كذب كذبة ما بينام مزعوج، واحد قبل ما ينام بيوضب الكذبات تبع بكرة، بكرة إنه في عنده لقاء مع شي 6-7، إيه أخي الأول واحد شو بدنا نكذب عليه بكرة؟ بجهزهم بيطبقهم تحت مخدته هيك 6-7-8 كذبات، واحد هيك وبعدين بينام عليهم مطمئن مشان ما تروح ولا كذبة. وبين واحد ما بيقدر ينام إذا كذب كذبة، بدك ذكر لله تعالى حتى يحيي الله تعالى قلبك، فإذا حي قلبك صرت تشعر بالأبيض أبيض وبالأسود أسود، بالصواب صوابا وبالخطأ خطأ. العلم وصحبة الصادقين والتدرب على الصدق والذكر، اكثار من ذكر الله، هذه أربعة تعينك على ترك الكذب. أما الخامسة الأخيرة فهي الاعتماد على التورية في الكلام في بعض الحالات تحاشيا للكذب. يعني في مرات أنت ما بدك تروح مع فلان من الناس، هو قال لك أنا بدي أتصل فيك اليوم وبدي أخذك، لما بدق تليفون لا تقول له لا تبعت ابنك تقول له مو موجود بابا لأنه بيكذب عليك، يعني أو هذا كذب وابنك تعلم الكذب. تكلم مع الرجل أنت ما بدك تروح معه، وإذا بدك تقول له ما بدي روح معك بده يصير فيه مشكلة، استخدم التورية، قل له يا أخي مشغول
أنت فعلا في بيتك مشغول، يعني عندك شغل مع أهلك مع أولادك، مع استخدم التورية في الكلام. مثلا إذا فلان من الناس يريد أن يدعوك إلى مكان فيه معصية وأنت ما بدك تروح على هذا المكان وما بدك تقول له لأنه في معصية، يعني بتصير الشيء ممكن يصير بينك وبينه كلام غير مناسب، ما بدك تقول له. إذا استطعت أن تقول له أخي أنا ما بدي أجي لأنه في معصية، قل. ما بتقدر، اعتذر يا أخي باعتذارات أخرى، اصنع موعدا بنفس الموعد بنفس الوقت بكرة، دقله تليفون قل له أنا بدي اعتذر منك مشان دعوة مبارح أو دعوة يلي خبرتني فيها مبارح، أنا بنفس اليوم وبنفس الوقت عندي موعد مع أخي مع ابني، اصنع موعدا وقل له أنا بدي اعتذر إليك. المهم استخدم التورية حتى لا تذهب باتجاه الكذب. هذه خمسة أمور أيها الإخوة تساعدنا على الانسحاب من الكذب أو على التخلي عن الكذب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا صادقين ظاهرا وباطنا، وأن يحلينا بالصدق في الدنيا وفي الآخرة، وأن يحشرنا مع الصادقين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حاسب نفسك.